فيما يتعلق بالفتوى المعنية، فتعرفوا احنا يؤثرون دستور ويؤثرون قانون. فيما يتعلق بالجوانب الدينية هناك مؤسسة خاصة وهي المجلس الأعلى العلمي للعلماء، هو المخول والوحيد في إصدار فتوى المغرب. لا نقبل أي فتوى من أي شخص من داخل المغرب أو خارج المغرب، فنحن دولة مؤسسات ودولة الحق والقانون، وهذه المؤسسة هي الوحيدة. بالإضافة إلى أن فتوى في مثل هذا المشروع الضخم الذي جاء بجلالة الملك لإتاحة الفرصة للشباب ولتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة في جميع الجهات ولإحداث آلاف ديال المناصب، فهذه فتوى ضد تشغيل الشباب وضد السياق وفي غير محلها. ونحن نبقى ونتمين عاليا أن هذه المبادرة اللي قام بها جلالة الملك لإتاحة الفرصة لجميع المقاولات عن طريق التمويل البنكي والضمان اللي كتضمنوا المؤسسات، أعتقد هذه فرصة رائدة لإتاحة الفرصة للشباب ولتكوين المقاولات كيفما كانت بما فيها المقاولات الصحفية. وأعتقد أن هذا مشروع دخل على المغاربة بسرور كبير، وعندنا ارتسامات كبيرة لدى الشباب المغربي، والآن هناك إقبال شديد جدا على هذا النوع من المقاولات، والأبناك مستعدة والجهات مستعدة وكل العملية مجند لها الجميع لتنجح، ولا نريد تشويشا على هذا المشروع. نحن نتعامل وفق القوانين. هذه المنظمة العفو الدولية يتصدر دائما تقارير سلبية، نحن مع التقارير الموضوعية. المغرب بشهادة منظمات أخرى رأينا في العالم حوالي 70 منظمة مهتمة بحقوق الإنسان، ليست منظمة واحدة أو اثنين هي التي ترفع تقارير سلبية للمغرب. وبالتالي كلمة تراجع كلمة غير موجودة. المغرب أسس مؤسسات قوية، مجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعندنا في الدستور سقف مرتفع لحقوق الإنسان، وعندنا نيابة مستقلة، وعندنا قضاء مستقل، فكنرفضوا أن هذه الكلمة ديال التراجع تكون موجودة. ثانيا، أن الادعاءات التي تقول بأن الناس يدخلون إلى السجن وفق آرائهم، هذا تغليط للرأي العام المحلي والدولي. ما هو موجود هو أن الذين يتم متابعتهم قضائيا ارتكبوا أفعال يجرمها القانون اللي هو موجود في القوانين جريمة العمل. وبالتالي هذه الأمور يجب أن تكون واضحة للجميع، لا على مستوى الرأي العام المحلي ولا على مستوى الدولي. ونحن اعتدنا مثل هذه الأشياء اللي هي غير موضوعية. احنا قد نتقبل الأشياء الموضوعية، ولكن الأشياء غير موضوعية والتي تضرب المؤسسات وتضرب التراكمات والمكتسبات المغربية، فهذه نرفضها من أي جهة كانت. على كل حال، هذه منظمة غير حكومية تعبر عن آرائها.